يقول: ما هي الأقوال التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء؟ كما نرجو إرشادنا إلى كتاب نستفيد منه في تعلم هذه الأمور. أما الكتاب الذي تتعلمون من هذه الأمور فكتب الفقه على المذاهب الأربعة، والحمد لله وهي ميسورة، مطولات ومختصرات، فبإمكانك أن ترجع إليها. وهناك كتاب فيه الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء، وهو كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، بإمكانك أيضا أن ترجع إليه. وأما بالنسبة لما يقال في صلاة الجنازة فهو أن تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تكبر بعد قراءة الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تكبر المرة الثالثة، تدعو بعدها للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتتحرى من الأدعية للميت ما ورد. ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم على يمينك مرة واحدة. هذا ما يقال في صلاة الجنازة. أما ما يقال في صلاة الكسوف فكبروا تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو من سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعتدل قائما، ثم يكبر ويسجد سجدتين، ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى. وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة، يقرأ في الأولى، يستحب أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية الفاتحة وعلى تاك حديث الغاشية، ثم إذا فرغ من الركعتين يخطب الإمام خطبة يفتتحها بالتكبير والثناء على الله عز وجل والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما تيسر من الأدعية التي فيها الاستسقاء، ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر الحضور بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم.